المنتصر مفيش شك طبعا، مفيش كرة قدم من غير جماهير، ده خلى المستشار المرتضى يطلب مقابلة الوزير ويروح يقابله ويكلمه على زيادة الجماهير في بطولات أفريقية، وأيضا الدور الممتاز، لأن طبعا مهم جدا أنك أنت يعني الجماهير هو قال لهم أنتوا الوقود اللي بيحرك اللعيبة في الملعب. بالتأكيد يا كابتن إن كرة القدم تلعب من أجل الجماهير، وزي ما يعني المسرح ما ينفعش يبقى النهارده فنانين بيعرضوا مسرحيه او عمل درامي بدون حضور جماهير، لان هم اللي بيحمسوا اللعيبه، هم اللي بيشجعوا اللعيبه، وكلنا حتى بشوف في ماتشات الاهلي والزمالك دور الجمهور مع الفريقين، فما بالك انك النهارده بتلعب في محفل افريقي قوي جدا، بنروح كلنا بنسافر مع نادي الزمالك، بنشوف في شمال أفريقيا في تونس في رادس في سوسة 50,000 مشجع بيعزر الفرق الأشقاء، وفي المغرب وفي كل البلاد اللي بروح، حتى على مستوى قارة أفريقيا في كل الفرق الأفريقية بتجد مؤازرة جماهيرية كبيرة جدا. فبالتالي النهاردة من باب أولى أنه يعني المستشار مرتضى منصور عندما يتحدث لا يتحدث عن نادي الزمالك فقط، إنما يتحدث على كل الأندية المشاركة في البطولات الافريقيه، بيتحدث عن بيراميدز وفيوتشر في الكونفدراليه، هم في مجموعه واحده، صحيح ممكن يقول لك دول ما عندهمش جماهير، انما ممكن يبقى في جماهير مصريه حابه يعني تسعد بدعم الفريقين، بيعملوا جماهير في بعض الاحيان، انما تبقى شعبيه نادي الزمالك وشعبيه نادي الاهلي كبيره جدا، وبالتالي يعني من غير المنطقي ان يلعب الاهلي والزمالك بدون جماهيرهم او باعداد قليله جدا. كمان انا المستشار مرتضى منصور في كلامه مع السيد وزير الشباب والرياضه المحترم الدكتور اشرف صبحي، اللي هو كمان بيبقى عاوز يعمل، انما عايز كمان ناس سبورتد، يبقى ناس النهارده القرار طالع من لما يبقى طالع من احد القلاع الرياضيه الكبرى ومن قيمه كبيره جدا على المستوى الاداري زي المستشار مرتضى منصور، دايما بيمتلك جرأة القرار دون غيره، انه النهارده عايز كمان يقول النهارده انه رابطه الانديه المحترفه برئاسه النائب احمد دياب، المستشار مرتضى منصور اجرى اتصال معاه وايضا مع السيد جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري، عشان يبقى في تنسيق كامل مع السيد وزير الشباب والرياضه، يرفعوا توصياتهم للسيد وزير الداخليه المحترم. كمان دي رساله في ظل يعني الدولة المصرية ونهجها دائما على إرساء أنه مصر بلد الأمن والأمان دائما، وكلنا شفنا يعني قمة المناخ في شرم الشيخ، وشفنا كام يعني من قادة الدول الكبرى موجودين، وكام ألف موجودين من كل الوفود اللي شاركت في قمة المناخ، شفنا مصر الجديدة بتستضيف مونديال كرة اليد بحضور جماهيري، شفنا كأس الأمم الأفريقية 2019، شفنا كأس يعني المنتخبات الأولمبية، كأس أفريقيا المنتخبات الأولمبية تنظمت في مصر، حوالي 150 بطولة عالمية بتنظم في كل اللعبات موجودة. فالنهاردة انك تبقى النهارده 30 او 40 او 50 الف مش 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 قليل على مصر، مش قليل على الامن، مش قليل على السيد وزير الداخليه المحترم ورجاله المحترمين، انهم ينظموا مباراه بتتلعب في النهايه بجمهور، يعني عايزين نتكلم يا كابتن طارق بجمهور احادي، جمهور احادي، لانه في النهايه انت مباراه الزمالك هيحضرها جمهور زمالك فقط، بيشجع فريق واحد فقط اللي هو نادي الزمالك، جمهور نادي الاهلي نفس الكلام، الإخوة الأشقاء سواء احنا عندنا في المجموعة من سواء الأشقاء السودانيين أو الجزائريين أو التوانسة برضو الأعداد مش كبيرة جدا، فبالتالي النهاردة كمان ده بتبقى رسالة إنه مصر قادرة على تنظيم الأحداث يعني الكبرى ونظمت قبل كده، فما بالك النهاردة بطولة دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم في القارة الإفريقية السمراء، وإحنا النهاردة عينينا على أشقائنا في قطر إزاي نجحوا في التنظيم ولا أروع، أفضل نسخ المونديال اللي زادها حلاوة الحضور الجماهيري المكثف، حضور جماهيري غير مسبوق في نسخ كأس العالم السابقة كان تواجد في قطر، النهاردة شفنا على المستوى الأداء الفني المنتخب المغربي المنتخب السعودي المنتخب التونسي، في أهمية لوجود الجماهير، في أهمية لوجود الجماهير، فالنهاردة كمان المستشار مرتضى منصور من وازع وطني بحت بيتحدث عن مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وليست على مصلحة نادي الزمالك، كمان لا يخفى على أحد أن المستشار مرتضى منصور كان أول من ترأس لجنة الأندية عندما انتخب في 2014 وكان دائما بيكسب، حتى كان بيكسب ممثل النادي الاهلي في وجود الكابتن حسن حمدي في وجود المهندس محمود طاهر، صحيح البعض عشان كان بيبقى عارف ان المستشار مرتضى منصور سيفوز باغلبيه ساحقه ما بيحضرش الاجتماعات،
وزي ما مثلا ممثل النادي الاهلي ما حضرش الاجتماعات قبل كده في 2015 على ما اذكر او 2014، لان تقريبا 3 4 دورات المستشار مرتضى منصور ورئيس لجنه الانديه بالتزكيه وبالاجماع، فده دليل على قوه الرجل، دليل على مكانته التي بيحظى بها ما بين جميع الانديه المصريه. هو زي ما قال الشراوي، هو النهارده شئت ام ابيت ان مرتضى منصور هو العنصر الاهم في الكرة المصرية بترأسه لنادي الزمالك وبقيمته الإدارية الكبيرة جدا، فبالتالي النهاردة بيحظى بقبول، لأنه دائما في ناس أو دائما المنافس أو رئيس النادي المنافس دائما بيبحث عن مصلحة فريقه فقط، دائما عنده عايز الدوري يتأجل عشانه، وعايز الدوري يتلغي عشانه، كورونا مؤثره على اللعيبه كلها، يقول لك لا انا العب مصلحه فريق ان انا العب، لا اصلا عندي الفلوس في الرعايه عايز العب، ما بيهموش حد، بيتكلم فقط لمصلحه نادي. دائما المستشار مرتضى منصور بيتكلم لمصلحه نادي وايضا للمصلحه العامه، وده الفارق بينه وما بين يعني مسافات كبيره جدا. الناس محتاجه تشتغل على نفسها سنين ضوئيه عشان توصل لمكانه مرتضى منصور الاداريه ووعيه وحسه الوطني.